الله أكبر. الله سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لك الورقة. بلية الحين معك؟ يبي يقول عطوه عبد الرحمن. ها؟ بروح هناك. عطنا عطنا انا ورقه. تعبان ابو محمد؟ سرع فيها سنة. انام بنص هذا. اقرا الايات بالضبط ترى. انا اقرا واخلص واروح اقرا سورة ثانية وانت ما شاء الله ما اعرف ايش تقرا بالضبط. الحمد لله رب العالمين. كذا اقرا والله. الرحمن الرحيم. اي نفس القراءة بس مالك يوم الدين. عندك كذا لا شوي. ها تارك البينه والله استغفر الله. فيصل ما شاء الله ترن ترن ترن. وش وجهك يا محمد؟ يا قلبي ما تشوف شر. اسمع ابو محمد انت معطيهم شيء هناك؟ ابو ليان. ابو ليان صالح نعطيه الملابس. ايه يبي عشان يجيبها الحين. ايه يقول عطها شو اسمه ذاك الحارث. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وفقني واستر الهدى لي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظ لي من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حسبي الله لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل، وأعوذ بك من النفس والرياء. أعوذ بك من النفس والرياء. اللهم أعوذ بك من الرياء. اللهم اجعل ما قدمته خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل ما قدمته خالصا لوجهك الكريم. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ليغفر لي أبي ولي أمي. اللهم اغفر لي أبي ولأمي يا رب العالمين. اللهم متعهم بالصحة والعافية، ومد أعمارهم على الطاعة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم أصلح لي ذريتي، واحفظ لي زوجي، واحفظ لي زوجي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترهم جمرا من مكروها يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اللهم اغفر لعبدك خالد. اللهم اغفر لعبدك خالد الوزان. اللهم اغفر لعبدك خالد الوزان. اللهم ارحمه برحمتك. اللهم اغفر لعبدك خالد الوزان. اللهم ارحمه برحمتك. اللهم وسع عليه في قبره. اللهم أنسه في وحشته. اللهم إنه كان من السباقين للصفوف الأولى، فاجعلهم من يدخلون الجنة بسلام يا رب العالمين. اللهم إنه كان من السباقين إلى الصلاة، فاجعله من السباقين إلى الجنة يا ذا الجلال والإكرام، واجعله من السباقين للقاء وجهك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، احفظ علينا أمننا واطمئناننا واستقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. الله اللهم يا ربي هذا الدعاء ومنك الإجابة، ولا حول لي ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا الله
لكد وأنت منها في كبد، ولن تجد والدا أو زوجة أو صديقا أو نبيلا ولا مسكنا ولا وظيفة إلا وفيه ما يكدر، وعنده ما يسوء أحيانا فأطفئ حرة شره ببرد خيره، لتنجو رأسا برأس والجروح قصاص. أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين النوعين والفريقين والرأيين الخير والشر، صلاح وفساد، سرور وحزن، ثم يصف الخير كله والصلاح والسرور في الجنة، ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار. وفي الحديث: الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال، وحلق في عالم المثاليات. أقبل دنياك كما هي وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتها، فسوف لا يصفو لك فيها صاحب ولا يكمل لك فيها أمر، لأن الصفو والكمال والتمام ليس من شأنها ولا من صفاتها. لن تكمل لك زوجة. وفي الحديث: لا يفرك مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فينبغي أن نسدد ونقارب ونعفو ونصفح ونأخذ ما تيسر ونذر ما تعسر، ونغض الطرف أحيانا ونسدد الخطى ونتغافل في أمور. كم من مهموم سبب همه أمر حقير تافه لا يذكر. انظر إلى المنافقين، ما أسقط هممهم وما أبرد عزائمهم. هذه أقوالهم: لا تنفروا في الحر، ائذن لي ولا تفتني، بيوتنا عورة، نخشى أن تصيبنا دائرة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. يا لخيبة هذه المعاطس، يا لتعاسة هذه النفوس. همهم البطون والصحون والدور والقصور، لم يرفعوا أبصارهم إلى السماء المثل، لم ينظروا أبدا إلى النجوم الفضائل. هم أحدهم ومبلغ علمه، دابته، ثوبه، ونعله، ومؤدبه. انظر لقطاع هائل من الناس، تراهم صباحا ومساء، سبب همومهم خلاف مع زوجة أو الإبن أو القريب، أو سماع كلمة نابية أو موقف تافه. هذه مصائب هؤلاء البشر، ليس عندهم من المقاصد العليا ما يشغلهم، وليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملأ وقتهم. وقد قالوا: إذا خرج الماء من الإناء ملئ بالهواء. إذن ففكر في الأمر الذي تهتم له وتغتم، هل يستحق هذا الجهد وهذا العناء لأنك أعطيته من عقلك ولحمك ودمك وراحتك ووقتك؟ وهذا غبن في الصفقة وخسارة هائلة ثمنها بخس. وعلماء النفس يقولون: اجعل لكل شيء حدا معقولا. وأصدق من هذا قوله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأعطي القضية حجمها ووزنها وقدرها، وإياك والظلم والغلو. هؤلاء الصحابة الأبرار همهم تحت الشجرة الوفاء بالبيعة، فنالوا رضوان الله، ورجل معهم همه جملة حتى فاته البيع، فكان جزاؤه الحرمان والمقت. فاطرح التوافه والاشتغال بها، تجد أن أكثر همومك ذهبت عنك وعدت فرحا وسرورا. ونماديل
الله خير اللي هداني اياه. وانا سبق اصلا وقريته يعني، لكن طاحت عيني على شي قال له صفحه من صفحاته يتكلم فيها انه اغلب همومنا للاسف هي من توافه الحياه. من ايش؟ من توافه الحياه طبعا. يعني اشياء بسيطه تافهه ما يستحق انك انت تشيل فيها يعني هموم الدنيا كلها، انك انت حاطم فوق راسك هم الدنيا كلها بكبره سنك بتموت بعد 5 دقائق، مع انه همك خلاف مع زوجة ولا ولادك ولا خلاف مع صديق ولا انه بيتك في شيء او من هذا القبيل. الحب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فقاعد يقول اتركوا هالتوافه هذه. ايضا ايش كان هم المنافقين؟ كان همهم اشياء تافهه، يعني لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا تفروا في الحر او لا تنفروا في الحر، يعني لا تحربون في الحر، وبيوتنا واهلنا نخاف انها تفتن الى اخره. فصراحه وصيه جميله من الشيخ عايض القرني، اترك التوافه وناظر الاشياء الكبيره. لو اغلب همومك فكرت فيها فعلا راح تجد توافه، لو تخلصت منها بتحصل نفسك تخلصت جزء من همومك. ولعلي اعقب على هالموضوع ذا من الشيخ عايض القرني جزاه الله خير. الهموم بشكل عام هي سبب الحزن والضيق، والضيق والحزن هي ضعف للمسلم. ومتى الشيطان يستغل الإنسان؟ وقت ضعفه. أنت لما تكون بأوج قوتك حد يقدر يقربك، أنت تمشي تتبختر وتمشي واثق، لكن لما تكون ضعيف تحاول قد ما تقدر أنك حتى تبعد عن الطريق عشان ما حد يقول لك شيء ولا تقرب أحد ولا حد يقربك. فهنا نفس الفكرة، الشيطان متى يقدر يستغلك؟ في وقت ضعفك، الحزن، الهم، الغضب. الغضب هو أشد ضعف على الإنسان وعلى المسلم. طيب حنا ما نسمعك يا عبد الله. والله ارفع الصوت. طيب ما ارفع الصوت اللي خلنا نسولف. والله عشان توي مصحصح حتى شوي مزكم. طيب كذا تسمعني؟ ايوه. طيب فالغضب أشد ضعف على الإنسان والمسلم بشكل الإنسان بشكل عام والمسلم بشكل خاص. ليش؟ تحصل هذا طعن هذا، هذا فقع عن هذا، هذا قتل هذا. لما تسأله تقول هل أنت كامل قواك العقلية تسوي هذا الشيء؟ لا، ساعة غضبك. وش يقول؟ ساعة غضب. أيوة. لو تعود من الشيطان كان ما تصل شيء. أيوة ساعة غضب عليك نور. هنا ضعفت نفسه والشيطان قاعد يحركها فيه يحركها فيه لين وقعه. يا عبد الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا غضبت وانت واقف اجلس، واذا انت جالس انسدح، يعني غير الوضعيه اللي انت عليها. ايش السبب؟ عشان يعني تهدى شويه يمكن. ايوه عشان تلهي نفسك. نعم. وتبعد نفسك عن الموقف لان الشيطان قاعد يضغط عليك. نفس الفكره، الحزن، الهم، انت ما تختار همك، او حتى هو يمكن ما يعتبر هم، لكن الشيطان يكبرها بمخك، يدورها 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 لين وجهك يصير عبوسا قمطرين، صير معابس كذا ضايق خلقك ولا لك خلق شيء، تلقاك تمشي ما تبي احد ان يقربك ولا تقرب احد، وكل ما حتى يا اخي ما اخرع تحاول تسوي والله العظيم ضايق تنبي ما لك خلق احد، حتى لو جو ناس وحاولوا يرفعون عنك مستحيل، او ما راح انك تفرح، ما راح اقول مستحيل، لكن ما راح انك تفرح وتنبسط وتستانس لان هذا الشيء مو فيك أنت اللي اخترت هذا. فأبعد عنك التوافه، الهم، الحزن، هذول أشياء ضعيفة تضعف الإنسان ويقدر خلالها الشيطان يستغلك. بصراحة كلام جدا جدا مهم وراقي، لأن لو لاحظنا أغلب همومنا ولا شيء لو فكرنا فيها فعلا، ولا شيء ولا تستاهل. يا عبد الله هذه الدنيا لابد يكون فيها كبد. هي احنا نعرف شيء طبيعي الكبد. يعني تحزن تغضب، الشعور هذا شيء طبيعي، يعني حزن صحيح. غضب، هم، غم، فرح، هذا عادي، هو بس طبيعي، لا يستمر معك، يعني خله زي دقات الضغط، دقات القلب كذا، هذا شيء طبيعي. لو صار كذا او لو صار كذا فانت انتهيت. هو اكيد انه او كذا ما راح تفهم الحزن، ما راح تفهم الفرح الا لما تذوق الحزن. نعم. لكن احنا نقول انت
ابعد عنك هالتوافه هذه. يعني الاشياء البسيطه التافهه تزعلتها انت وابوك، او ابوك قال لك كلمه، او فلان قال لك كلمه، هذا شيء يستاهل انك انت تضيق صدرك طول اليوم؟ ما يستاهل، هذا شيء اسمه تافه. انت عندك هموم اكبر، عندك هموم الامه الان وش ما تصير عليه، هذا هم فعلا. عندك هموم صلاتك، هل انت صليتها ولا ما صليتها، هذا هم. هل انت القابض على الان، القابض على دينك، القابض على جمره، هذا اكبر هم. فبالتالي اذا ارتقيت في همومك وكبرت فيها، بعدت عن التوافه، عشت حياتك. نقطه، احنا هنا في البرنامج انعزلنا عن العالم الخارجي، صح ولا لا؟ فرقت معك ولا ما فرقت؟ خلينا نكون صريحين، لما ابعد عنك الجوال اكيد فرقت. الهموم نفس اللي قبل ولا اختلفت؟ اختلفت. اختلفت مين؟ صار همي ايش؟ الحريه. ايوه، اكبر هم الحين راود كل واحد منا هو الحريه. وشفت باقي الهموم ايش؟ يبي يطلع يشوف الناس، يشوف الناس، يبي يمسك جواله، يبي ما حد يسأله ليش ما سويت كذا، ليش؟ حرية يا أخي، افتقدها بشدة. طيب، وباقي الهموم الثانية إيش أصبحت تافهة؟ صحيح. ولا لأنه عندك هم مركز عليه، هو الهم الأكبر يعني. هذه كل ما ارتقيت فيه هموم، كل ما أنت أبعدت عن التوافه في الحياة. إحنا هنا وبعدنا عن توافه الحياة، تغير فكرنا، أسلوبنا، طريقتنا، طريقة تفكيرنا، حتى طريقة تعاملنا. أول ما بدينا في حياة، أول ما بدينا في البرنامج، يعني تعرف هذا كذا وهذا كذا وهذا ستايل وهذا. بعدين لما البرنامج ضغط علينا، احنا فعلا انعزلنا، تغيرت افكارنا 180 درجة، حتى اساليبنا واحنا نتكلم. فيصل اول ما عرفته مو زي ما انا اعرفه الحين، اكيد شيء طبيعي. يعني تغيرنا 180 درجة. فيصل يعني ما شاء الله تبارك الله، شخصية شفتها الكاركتر حقه كذا اللي رازق خشتر 24 ساعة، والله العظيم شخصية كوميدية وشخصية لطيفة على القلب. طيب. مجرد ما يتكلم حضر، ولا ما تحب وجهك يا فيصل. طيب. لكن هذا الشيء اللي صار أو شفناه خلال الأيام هذه، شخصية لطيفة كذا، وين ما يحضر يضفي على المكان رونقه لمسته. طيب. محمد الله يرضى لك، يعني هو ما يفصل للظهر، بس انا مستغرب الحين ليه ما فصل. ما يفصل للظهر ولا الاثنين، عشان مسكون حراره اليوم، بالاضافه على انه عنده مخزون علمي ثقافي. هذا قوتي، عشان قوتك بجيب كل عيد الاسود ان شاء الله. اي والله يستاهل ابو محمد، لا الحراره عبد فيني والله يا عبد الله. طيب خذ لك، ما تسوي شر ان شاء الله. خذيت والله علاج ويرقد، والحين النوم تشوفه قام يدور متنفر. زدت الساعه 1 لا وقت الغداء نعم، زدت الساعة واحدة لين قبل العصر شوي. قوم اصحى نصحى اصحى بكير، خل العالم تسأل كتير. تكلم ما شاء الله عليه شامي والله، كذا كلمات ما عندي يعني. قلت اصحى بكير وخل العالم تسأل كتير. الله عليك، ايش شو قاعد عم بيصير؟ اكمل خلاص. لا كلكت حقكم فل بالله. ما ادري يا انت ما عم في حاجه انا طالبها نسيتها. انت انا الحين زين جبنا معك تكفى. الهموم برجم الحين ان شاء الله عليه. الله يبعدنا ويبعد امه المسلمين اجمعين عن الهموم. امين يا رب. والله اذا فكرت في هذه الدنيا تجدها تافهه بما فيها من ثقل وهم وحزن. لا يستر. وتجد انه ما في شيء يسوى. اهم مصيرك، مصيرك ترجع للقبر وتتحاسب على اعمالك فيها. فانا ما عندي وقت اني اتضايق واحزن وتضيق علي. هذه كل كلمتي دائما اقولها. الحياه محسوبه علينا بالثواني. محسوبه علي بالثانيه. اذا ما استغليت الثانيه هذه، هذه ثانيه ضايعه من عمري. فما قدر استغلها بهم ولا ضيقه. صح النفس تضيق، لكن حلو انك تضغط على نفسك ايضا وتدور الشيء اللي يسليها. ولا تكبت نفسك ابدا، اتكبت نفسك، طلع اللي في خاطرك. والله في المحكمه بعض الاشخاص الحق مو معه، ما هو معه ولا 81 ولا 180 درجه.
أو ولا يحزنون يعني، لكن يجدع كلمة أو يقوم بتصرف ما ألومه، أقوله أهدي أنا، الله واحد ما ستني هنا، حسبي الله عليك ما أدري إيش، قاعد يدعي مع إني أنا ما لي ذنب. إحنا بينت الأصل قبل ما تبدأ القضية، جلست أنا وياه وقلت له يا فلان ترى السالفة كيت وكيت وكيت، وصدر قرار. والله ما لي في ذاك مرة مرة مالي في مالي في والله أخذت من التمر قبل شوي. نعم. بس ما جبتكم هذا لأنه ضرب الصحة. هذا ما انا اهتم بصحتكم عشان كذا ما جبت ايوه ما جبت الجر كله يا مره يعني. مالي والله في والله والله العظيم اللي لبس من تفخ تعال 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 ابو طيب انسان خذ لك خبز خبزتين ثلاث خبز اخذت والله شوي تمر عشان تصحصح شوي لو شيء تمر قطعه بالعلاج بيض وعلى العلاج الحين رد قال لي شكشوكه اي يلا بقول لك تقول خليه ماسكه انا قلت تراه صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع هذا البدل خلاص أوكي. ما يصرف الرجال وانا وش حيثي وراه فلان وفلان يصرف له وانا لا ولا مجلس الوزراء بس علي أنا. يا آدم مش دخل هذا قرار صادر بناء على حالات هذا صرف له ما يعني انه هذا اللي صرف له انه الموضوع صح وانتهى صرف له قبل القرار يا آدم مرة قافل معه انتهى الموضوع صدر حكم من الشيخ برفض القضية أعطني خبزتك أعطني الجديد صدر حكم برفض القضية الرجال عصب وفلان 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 صرف له قال هذا قبل القرار بعد القرار خلاص انتهى ويمسكني من هنا حسبي الله عليك أنا لو عندي ردة فعل أو لو بتكون ردة فعل فعلا من حقي أني أجي أرد عليه أقول له على أي أساس أنت المحامي حقه لا ما أنا بحقه أنا تبع الوزارة فعلى أي أساس تدعي علي على أي أساس تتكلم علي وأطالب نفس الشيخ بأنه يثبت حاله أنه اعتداء اعتداء علي قدامه وأهان المحكمة ويسجن 24 ساعة أو يتصرف معها الشيخ بشكل عام رجال لكن وأصلح فجوة على الله سامحه بعيد انتهى الموضوع والله من زمان أدري لكن الرجال مضايق الرجال مكبوت فخلي يطلع اللي في خاطره خلي يطلع كل اللي به يطلعها الحين ولا يروح يطلعها قاتهم بالشارع ولا يرتفع ضغطه وسكره ولا حتى يروح الدهاله يطلع على قاتهم الطاقه السلبيه الشحنات السلبيه خليه يفضيها على عبد الله عبد الله ايجابي مو اني انا ايجابي او اني مسوي نفسي انا اللي ايجابي لكن زي رجال من عفا واصرح هذا البيت هذا اجره على بس مره ثانيه ما تضحك اعطى الرجال فلوس مو بيدي بعطيه فلوس خزينه الدوله تسلم بالمخبات اطلع اصرف عادي لو تعطيني من حسابك الخاص وين الايثار وين الايثار وين الروح والله لو اطلب انه يجي ما اطلب انا يا رجال مو طالبا كثير ما تكلم سيدي مو طالبا قررت من يوم رايح تكلم تصيني والله ومن هالساعة ساعة ايه والله بس عدا من لحظة والله شرف على القصيم والله شرف لي يا حي ما بعد سبدي ما بعد سبدي هذه يا حي اتبعها يا حبي يا حبي لك يا حبي لك يا حبي لك وراك ما تاكل اكلت والله هو كل ذا اكل بس صدق ذا قرب قصي هو مو يورك تزاد صح هو ما تكون اكل يا احنا ما نقوله يعني رجال يا بعد سبدي اكل 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 يا بعد سبدي لا مو باكل كل 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 يا بعد سبدي ابشر ابشر يا بعد سبدي والله اني صادق اكل والله اني اكل انا ما نبى حديث الله بس محمد صيخيل ايه مصيخ اشوف يا حال بالعاده ما شاء الله يعطيك ينبرش الله يكفيه عايش فيك وعافيك الله يوفقك بعد سبدي بس انا ما صيف كويس موي عمر يا حليله بالله يومين ثلاث ايام صح والله من جدك الله يسلمك والله لو ما عرف يا فيصل نقول انت من هي وزير من الدسيم من عنيزه بعد سبدي بعد سبدي يا شيخ عنيزه كلها اتشرف فيك شوف لي يا بعد سبدي يا بعد سبدي شوف لي يا بعد سبدي
خلاص علقت يا بعد تبدي زين ما عارف حظ الله تدلوا لي ايش بروح مير غير غير بروح لصالح رجال اشوف مصيف اشغال في علاج معلاج مش ضني جام ما جام شو ايش طب تبي علاج ولا شيء ترى لا انا معطيه بوه ايش تحس بوه ايوه ايش تحس بوه وانت تتكلم قصيمي ايش تحس بوه انت تحكي وجد ايه وش عند سكر باب يا ابو محمد ايه محمد ايش اخره بي محمد سكرن صح نون لا سكره بس طيب في نون سكو في نون عندكم مو سكره بعد سكو نون وانا في مو بحر ما الموضوع ما بنون الا انا يا بعد سبدي ارحب يا رانك تحيي تعال لو سمحت ابو مسفر الحين صاير قصيمي كل كل يا وليد شنوحك ابو مسفر تعال كل نوحي طيب نوحي هذا ما له دخل قصيمي الموضوع هو يقول نوحك حقت حايل طيب تقوله كلها ما بخير يا كرحب ما بيلا العافية لا بتكلم حبيت إيه ما بيلا العافية ما بيلا العافية حي دي شو اسمه العلبة هي شلوة إيه والله شلوة 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 نفس الفكرة شلوة شلوة إيش في أولا بالنسبة بصر قصيبي ويش الكاب الحلو هاو وش رأي واو وش رأي يعني هذا داخل في القصيب يعني واو إيش أقول هاو 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 ما تقال ها هذه محن رجال ما نقوله غالبا الحريق اي والله استغفر الله وش به فطور يا ابو مسفر تعال كل كل انطح فالك انطح فالك والله ما مرات سدى ما تاكل توي صحتك توي قاعد من النوم مالي نفس وراه 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 الله يسامحني اشوف هالقصيد الحين بالتكوري لا بالعكس انت شوي شوي تعلم اي والله بس عادي يعني سيدي جودة حبيت لك مكان او دولة لازم تتكلم بكلام يا سلام انا دحين مزيج من حايل ومزيج من القصيم يا حي انت يا حي والله اني بطلع من البرنامج حدسي مخبص ضيعت لغتك والله ضيعت اخذ من هذا كلمة وهذا كلمة وهذا كلمة وغيرت مني انت علومة الطيبة والمراجل اصبر وش اكثر كلمه اصبر اكثر كلمه يقولها فيصل هذا فيها شك اي ما بقايل هذا يقول محمد اصلا ما اقدر اخذ منه كلام بسرعه يتكلم اي والله يا مرشه ما شاء الله يا اخي طبعي كذا ترى بسرعه يتكلم انت باخذ منك الكلام حار سريع حار حار باخذ منك القصايد يعني تلقاني بعدين طلعت من برنامج اطقطق بالجد جت في الساعه 1 اسجل اقول صارت ساعه 1 الله يذكر ابو ساعتي وحده وانا اوه يفخ والله قال يذكر ابو مسفر بالخير كان رجال طيب اديته الساعه 1 يقول صارت ساعتي 1 وساعته معلقه على واحده هذه صارت 1 الحين 1 الظهر اول مره نقول صارت ساعتي 1 الظهر اه ايه قلها قلها عطني صارت ساعتي 1 لا لا بعطيك صارت ساعتي 1 صدى صدى لا صدى ابو مسفر لا عبد الله يقولها بصوته صدى ابو مسفر صدى تبعت منها انا صارت ساعتي والله شوف انت تبي قصيدك ما حد يسمعه غير هاليوم فخلنا اقولها لك بصوت خبر اشيله خبر تخلي عبد الله يغني لك انا ادري على خبل انت انت اللي خبل مو بري شلون تغنيني شلون شوف يا زين اللي يقتنع بصوته ويعرف ان صوته حلو مره اللي يتكلمون حايري زين زين كمل قوتي ايش رايك بي اول يوم اول يوم إيه ما تاخرت تعطيني انرجي انا قاعد الحين قاعد افكر ايش ممكن اسوي بدون خصم فهمت كيف؟ لا 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 ما ادري ايش اسوي يا اخي امسك نفسك عن التكسير بس انت هذا الخصم الوحيد اللي تجيب بدل ما قعدت انا الظهر والله اني ناصيك ناصي رايح حتى قابلت ابو حمود سرور قلت وليد قام قال لي صح برضو رحت قلت بتاكد ترى انا من يوم ما نمت على الكنب وانا صاير اتاخر بعدين ترى الغرفه ذيك زارت ذا والله ما عزكم بدينا الغرفة ذيك النوم ثقيل يا ابو مسفر ورا ما تنام الغرفة يعني شويك صح؟ مش نوح يعني ليش؟ نوم ثقيل يا ابو مسفر حلو شرد عليه اه ابو انت نومك ثقيل يا اخي اول انا استحبت على الغرفة ذيك شوف أوكي. انت صرت تنام على يا وليد ها؟ حتى الشيء هذا لاحظه لي اسبوعين تقريبا وشو؟ انك تتاخر عن الصلاة والله شوف اصلي ما عمري فوت الفروض الحمد لله لكن بقول لك ليش؟ بداية الاحرام بقول لك ليش؟ بداية الاحرام اول ايام الصحابة كانوا يسوون عزا اللي فوتها طيب بقول لك ليش انام اول ترى سحبت غرفه صرت انام على الارض بالمجلس هذا اشوفك يوم اني انام على الارض والله لها علاقه يوم انام على الارض اقوم بس يوم صرت انام على الكنب
صرت اتاخر. وش اخبار اكتوفك وضلعاتك وانت نام على الارض؟ يا اخي مريح انا متلك انا تعرف اللي خلاص. ايه والله حلوه ضلعاتك. وش اخبار ضلعاتك صدق؟ صدق يود مضيع صدق. هذا يقول اسمع يقول شو اخبار ضلعاتك؟ شو اخبار هذول كتوف ايش دخلهم بضلوع؟